لمن لا يعلم، هذا هو النادي الأهلي. النادي الأهلي يؤكد تفوقه للمرة الثانية على الأندية السعودية في كأس العالم للأندية، ويكتسح الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف واحد، ويلقنه درسا قاسيا لن ينساه أبدا، ويتأهل للدور نصف النهائي لملاقاة فلومينينسي البرازيلي. ألف مبروك كابتن شريف. مبروك. ألف مبروك. زي ما أنت قلت، هذا هو الأهلي. مباراة للتاريخ الحقيقة. مباراة للعيبة كلها. لعيبة إيه اللي أنت كنا بنتكلم عنها وبتتعادل في مصر ومشككين فيها، ومباراة للمدرب، مباراة الكولر. دي أهم حاجة، إنها غير الجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي هي موجودة هناك وزحفوا في الاستاد وكان ليهم الحضور الكبير قوي والمؤازرة للعيبة النادي الأهلي والتيشيرت النادي الأهلي العظيم صحيح. النهاردة الروح اللي تلعب بيها المباراة دي، الهدوء والثقة، إمكانيات اللعيبة، حسين الشحات. امبارح كنت في مكان بيقارنوا بين حسين الشحات واحد اللاعبين قلت لهم باي فار. النهارده بياكد لي حسين الشحات نظريتي وامكانياته. لعيبه بتلعب في اتموسفير اللي احنا شايفينه ده كله بالضغوط اللي هي موجوده عليها دي، وبتدينا مباراه للتاريخ، مباراه رفعت اسم النسر الاحمر كله. انا ببارك للنادي الاهلي كله، ببارك لمؤسسه النادي الاهلي كلها. فعلا كلامكم مظبوط كابتن خطيب، كلامك مظبوط. هي دي نفس اللعيبه، هي دي اللي خدوا الخمس بطولات، مفيش حاجه اتغيرت. اللاعب لما بيحب يبقى ليه وجود وبيطلع الامكانيات اللي عنده الحقيقه وبيبقى عنده ثقه بيعمل صحيح. كل حاجه. ودايما معودنا النادي الاهلي وخاصه في بطوله العالم للانديه ان هذا هو الشكل اللي بيبقى ليه حضور بهذا الشيء وهذه الشخصيه، وده اللي كنا نتمناه الحقيقه.